نواصلوا ونكملوا عرسنا، عرسنا المزيان ان شاء الله بزيان السعد. راح نديروا اليوم عشاء تاع العروسه، العشاء تاع العروسه اللي كان فيه الدجاج محشي. كما راكم تشوفوا الخلطه هذه فيها خردل، فيها زبده، فيها ثوم، معدنوس، وفيها فلك حل شويه تاع الكمون. وهذا الدجاج راكم تشوفوا فيه منحين وكاع العظم نتاعو. من جهه اخرى خدنا الفيونداشي تاعنا، الفيونداشي تاع الدجاج اللي مرحي، درنا كيف درنا فيه المعدنوس، درنا فيه الثوم، ودرنا فيه الشامبينيو، وعملنا فيه توابل كما فلفل كحل، الملح، وشويه تاع الكمون. كما نعرفوا الدجاج بزاف يحب الكمون. بعد ما فتحنا الدجاج تاعنا شرحناه في الوسط وخلينا الجلده تاعو لاصقه فيه باش ما يتخسر الناش ويجي مرولي كامل على على كما نقولوا على جهه واحده ويجينا شباب. بعد هنا بعد ما فتحنا الدجاج تاعنا حطينا فيه هذيك التتبيله تاعنا اللي فيها الخردل وفيها التوابل تاعنا الشابه بزاف. هنا نحطوا شويه كميه تاع اللحم المفروم اللي قلت لكم فيه الفطر، راح نحطوه كامل على الطرف نتاع هذاك الدجاج نتاعنا باش نبداو من بعد العمليه نتاع الروليوه. خدمنا هنا المقاس تاعنا اللي كان عندنا العشاء، العشاء اللي مال العروسه، يعني كميه غير صغيره ماشي بزاف، تقريبا 100 معروض، يعني معزوم كما يقولوا الاخواننا المصريين معزومين. حطينا في الوسط حطينا الجبن، الفرماج تاع تحبوا تاع البارا ولا تاع القطعه الكبيره، ولا تحبوا تاع البيدون تاع الجبن الطلي كما يسموه. ومن بعد نحاول الرولي انت الرولي هذاك الدجاج كامل مليح، نحاول رولي الدجاج تاعي كامل على طريقه واحده وكما راكم تشوفوه ونلمو ونخلوه بجي. من الاحسن اللي يخدم لكم الدجاج تاعكم ولا نحلو العظم يحاول ما يخسروش وما يقطعلوش الجلده تاعو، باش من بعد كي تعودوا ترولي فيه ترولي وفيه ما يجيكمش مقطع وتحصلوا فيه. راح نروحوا دوك العمليه باش كيفاش نربطوا ولا نسوفليو هذا الدجاج نتاعنا. تحكموا الخيط تعقبوه من جهه اللي مليه وتجيبوه من تحت وتعقدوا عقده، مشغوله الدجاجه تاعكم رايحين تعقدوها، رايحين تعاودوا لها العكس نتاعها كما نقولوا حنايا هكذا على اربعه، تزيدوا الجهه التحتانيه، جينا الجهه العلويه عقبنا عليها الخيط ومن بعد زدنا عقدناها ومن بعد زدنا عاودنا رجعناها من الجهه اللي مليه وزدوا نعقدوها، ومن بعد تشدوا الخيط نتاعكم وتقعدوا تفوتوا عليه، تفوتوا على الدجاجه تاعكم عفوا ساير داير كما راكم تشوفوا هذا، تعقبوها كامل وتزيروا شويه حتى تحكم الدجاجه تاعكم وتشد لها فورم نتاعها تجي مستطيله وتجي لها فورم نتاعها بزاف شابه. كان لي سيفليوه ويربطوه، يربطوه مليح يعني في الربط تاعهم كل بين واحده واحده يربطوها، بصح درت العمليه هذه المختصره باش نكملوا. ومن بعد نحطه في الفرن تاعي يتحمر، ندلو شويه بصل وشويه طوماطيش ونخليه يتحمر باش نتحقوا لاصوص تاعنا. هنا راني مع حمزه نخدموا في البوراك تاعنا. هنا البوراك تاعنا بعد ما وجد يعني الليل كان تقريبا حوالي 9 ولا 8 وبدينا نوجدوا، هنا بدا يلحق الكورتاج العروسه باش يسربوا الماكله تاعنا. الحمد لله ليكيب كانت معايا كانت ما شاء الله، جماعة كانوا واقفين معنا ووقفوا معنا وقفة رجل واحد يعني يد واحدة، الحمد لله ما شاء الله كانوا الناس في القمة، الناس بالطبع وشان يعني بصراحة كانوا واقفين معنا وقفة مزيانة عجبتني مخيبة لهم أطباق في متناول يعني أطباق باهية وتشهي العين، تشهي العين قبل ما تذوق الكرش ولا قبل ما يذوق الفم. هذا كان معنا آدم، كان مع حمزة، كان معنا المولود ولا ميلود ما عرفش كيف يسموه، كان معنا جماعة كبيرة، كان الناس تصور عجبوا لها أطباق تاعنا بزاف بزاف، الحمد لله هذا الشرف لنا. كما راكم تشوفوا عندنا هنايا الزراري ولا السفة الرفيس الحلو هم زين في الطبق. احنا حمزه راه يحط في لاصوص، قلت لكم بعد ما تحمر لي الدجاج تاعي هذاك البصل تاعنا وكيدبال وطلق لاصوص تاعو ريحيته، من بعد صوتيته مع الشامبينيو مع الفطر، ومن بعد نسقوا به ومن بعد نزينوه بالليمون والمعدنوس ويكون التزيين تاعكم بهذه الطريقه. وهنا يكونوا الاطباق تاعنا راهم واجدين حاضرين نستناو وقتاش نسربوهم للمعارض تاعنا. من جهه اخرى نسربوا في الحريره، خدمنا الحريره في العشاء الحريره وهرانية ولا حريرة تاع ناس الغرب بصفة عامة.
بلا ما ننساو كما خدمنا هنايا خدمنا السلايط نتاعنا هنا سلطه سميتها سلطه البوكيمون. انا ليكيب راهي واقفه قدم وساق على الالوان زاهيه دائما نلعب لون الالوان باش تشوفوا تزهى الطاوله نتاعنا وتجي مشكله الوان تاعها بزاف شابه. هذوما البلاطوعنا تاع البولي فارسي. هنا عندنا الحميص مع الكاسي زيتون كاسي وهنا الحريره نتاعنا تاع الغرب. كيما راكم تشوفوا الاجواء بزاف بزاف شابه يعني ما شاء الله. هم بلا ما نسوي الاستعراض نتاعنا دائما قعدنا استعراض نزيدوا بهجه للطاوله نتاعنا. هذه السفه ولا لا ماشي سفه الفيس الحلو. هنا تصورنا صور تذكاريه مع ليكيب مع حمزه مع ادم مع الجماعه اللي كانوا واقفين معنا قدم وساق. الحمد لله يعطيهم الصحه ويعطيهم الف عافيه اللي كانوا يعني ما بخلوش علينا بالمعاونه تاعهم. ان شاء الله بزيان السعد والعقيبه كاع اللي مازالوا واللي مزوجين بالبركه عليهم. وكما راكم تشوفوا هنا اللي كيف راهي زاهيه باسطا صور تذكاريه ان شاء الله يعني ان شاء الله تتعود في مناسبات اخرى ان شاء الله. وهنا بعد ما كمل العرس شوفوا التعب اللي طاح علينا طحنا كاو 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 هذه اللي يقول لك طح كاو. ومن بعد ما رقدنا وخدنا استراحه مع دوش وكل شيء هنا مع قهوه الصباح قهوه من يدين ام حمزه ربي يخليها له ان شاء الله. وان شاء الله تقعد تشفق راسو قهوه على الكيف على الخاطر تقهوينا ب رجعنا النشاط تاعنا كملنا التحويزه تاعنا في ولايه تقرت. بلا ما ننسوا احنا شربنا اتايات لازم تشربوا اتاي في ولايه تقرت. احنا رحنا بيتزيريا تاع وليد عمو حمزه واسمها بيتزيريا الوالده يعني مدوا بزاف لي ساندويتش شابين هايلين بزاف بزاف. انا اخترت انا واحد الساندويتش اسمه ساندويتش سبايسي سبايسي. هذا الساندويتش انا ما عرفتش بصح لكن حبيت نذوقه ولكن طوب تاع طوب تاع طوب تاع طوب. هذه هي بيتزيريا هي غير صغيره برك ولكن مدوا فيها واحد دي ساندويتش ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لي ساندويتش قمه 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 في المذاق في البناء في المعامله في كل شيء. وهنا راهو ادم كوموندا شاورما قلت له لاش كوموندا شاورما عاديه فقط يعني هذا هو الساندويتش تاعو تاع الشاورما. وانا نستنى في السبايسي تاعي وقت شي وجد بصح كان بزاف بني هذاك الساندويتش ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ساندويتش كما نقولوا خطير 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 المذاق. وانا قاعد نستنى في الساندويتش تاعي ورحت برا جبت وحده ثاني سوفلي ثاني اللي السوفلي تاعو بزاف بنان وخفاف جايين قطنين مقطنين شوفوا غير بايدي الاصابع تاعي وتقطعت ما شاء الله. داخل فيها الفيونداشي يعني تشكتوكا بالفيونداشي والزيتون شويه تاع الفرماج الداخل بصح بزاف بنان هايلين شد بهم الجوع. ومن جهه اخرى حمزه راح للبوراك شد حبه تاع بوراك تاع البوراك تاعهم بزاف بنين وشباب يعني ما نصبرش عليه هديت منه نتشا قلت له اروح انا نحي لك شويه منه يعني عنده بوراك بزاف شباب بنين الداخل مخدوم بالفيونداشي والفرماج. وهذا هو الساندويتش تاعي تاع سبايسي بزاف بزاف بنين مخدوم بطروا فرماج فيه الكومونبير فيها الفرماج كودا والشيدار وثاني فيه الدجاج المدخن الدجاج المدخن سلطه وفريت وفيه الداخل كيف كيف الفيونداشي والسكالوب يعني الفيونداشي والسكالوب والدجاج المدخن فيه الطروا فرماج كيف كيف فيها غريير غريير على ما اظن اي غريير وفيه الشيدار وفيه الكومونبير. هذا هو طرو فرماج والسلطه تاعو مع الداخل بصح الساندويتش بزاف بزاف بنين وخفيف خفيف خفيف ما شاء الله ما نحكي لكمش على الخفه تاعو. والساندويتش كذلك يشبع يعني يشبع وانا طايح عليه كول 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 بصحتي وزد لها واحد كيما نقولوا تقرقيع الكوكا ما نحكي لكمش. ومن بعد خذينا صور تذكاريه مع مول المحل ولا مول البيتزيريا والوالده نعطيها الصحه على هذه الساندويتش ولا هذه الصور التذكاريه والصور التذكاريه مع الجماعه كيف كيف دائما متبعيني ومرافقيني وين ما كنت انتم تكونوا معايا. وبلا ما ننسوا هذيك الصور التذكاريه امام ابريق الشاي وبلا ما ننسوا نشربوا الشاي لازم نشربوا اتاي مش حر كما يحب الخاطر.
وهنا تكتمل رحلتنا من ولاية تقرت نرجعوا إلى الديار إن شاء الله. خلينا تقرت مورنا بعد على بعد كيلومترات على بعد عدة كيلومترات ومراجعين للدار. إن شاء الله تكون رحلتنا عجبتكم والحمد لله كيفت وجاز العرس بخير وألف خير وعجبهم الحال، وهذا شرف كبير لنا 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 كذلك. وإن شاء الله نتلقاه في ولاية أخرى وفي رحلة أخرى. تهلاو في رحلتكم وتبعونا دائما، تبعونا دائما غير جديد. سلام.